في لقائنا المتجدد كل يوم من بداية الحظر علينا جميعا. كل يوم زي ما وعدناكم نجيكم بموضوع جديد مهم جدا لأبناء الجالية، سواء العربية في كندا أو حتى خارجها في الوطن العربي. اليوم عندنا حوار جميل جدا عن مفاتيح الشفاء وتقوية جهاز المناعة. زي ما حكينا أكثر من مرة إنه جهاز المناعة من أهم السبل للوقاية من أي مرض أو فيروس. معنا اليوم ضيفتنا الأخت والمدربة هناء خداج، هي لايف كوتش وكونسلر معها، هي براكتيشنرز بالبرمجة وتقوية العصبية، وبرضه براكتيشنرز بالعلاج عبر الحقل الفكري. برضه معها ماستر تيتشر في علاج ياباني اسمه ريكيا، وانرجي هيلر وثيرابيست، وهي ناشطة في الجالية العربية دائما تعطينا معلومات كثيرة. فأهلا وسهلا فيك أخت هناء. شكرا دكتور جمال، أهلا وسهلا أخت هناء. شكرا أخ محمد. أنا بشكر جهودكم كثير كثير على الدعم اللي عم بتقدموه للجالية العربية بكندا ولكل العرب. يعني المعلومات اللي عم بتقدموها كثير ثمينة وفعلا بشكر جهودكم. تسلم يا رب. طبعا هذا كلياته واجب علينا جميعا، احنا بنحاول نقدم ما هو واجب علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يساعدنا نقدم ما هو مفيد، ونحاول، احنا بنحاول نجتهد نصيب ونخطئ. نبدأ في الموضوع. حقيقة اول ما بدأ موضوع الطاقة ونزلنا الإعلان الطاقة، وصلني بعض الملاحظات وبعض الأسئلة وبعض الاستفسارات وبعض الانتقادات. إيش هو الطاقة؟ إيش العلاج بالطاقة؟ إيش يعني أنتم حتى الآن حنحول المواضيع العلمية إلى مواضيع ماورائيات، ولا حنحول المواضيع العلمية إلى قصص خيالية وهمية؟ عن ايش بنحكي؟ شو هو الطاقة؟ شو هو العلاج بالطاقة هذا اللي احنا بنحكي عنه؟ ضرب من الخيال، ولا هي عبارة عن طقوس، ولا هي عبارة عن بدع يأتي فيها بها البعض، ولا هي شيء علمي؟ يعني نقيسها على الفلك، نقيسها على النجوم، نقيسها على ايش نقيسها؟ شو هو العلاج بالطاقة؟ قبل ما ندخل في تفاصيل كيف هذا العلاج بالطاقة حيريح لنا أنفسنا ويزيد من قوة مناعتنا. تفضلي أستاذة هناء. شكرا أخ محمد، أنا كثير مبسوطة أنك عم تسأل هذا السؤال لأنه في لغط كثير حول مواضيع الطاقة والناس مفكري الطاقة هي ما ورائيات. لا، علوم الطاقة كانت على الأرض من الزمانات السحيقة، لكن يقال أنه الأرض اتدمرت بسبب ما وظلت بقايا من هذه العلوم. بداية الأمر الحديث بلش مع علوم الفيزياء بال1900، اكتشفت نواة الذرة، وخلال اكتشاف نواة الذرة طبعا اكتشفوا أصغر جزيء بالذرة وهو الشحنة الكهربائية. الشحنة الكهربائية عبارة عن إلكترون وبروتون بيدوروا بشكل مغزلي، لكن هاي التجربة إنه بعض العلماء كان الإلكترون عم بيدور على اليمين ومع علماء تانيين كان الإلكترون عم بيدور على الشمال. طبعا هاي الظاهرة كانت في خلال عملت جدل بين العلماء. بال1905 إجا إينشتاين وعرض الذرة لضوء وترددات. الذرة بهاي الحالة انثارت وصارت تعطي نوعية من الطاقة سموها الفوتون. الفوتون كان مع بعض العلماء يتصرف كجسيم ومع بعض العلماء كان يتصرف كأشعة كهرومغناطيسية. هون العلماء جددوا الخلاف أكثر وأكثر. فمثلا إذا كان عندنا عالم بأمريكا عم يعمل التجربة وعالم تاني بأوروبا، الجسيم الفوتون عم بيتصرف كجسيم مثلا بأمريكا وعلى أساس أشعة كهرومغناطيسية مع عالم تاني بأوروبا، فاحتدم الخلاف بين العلماء، رجعوا أوكي منغير إحداثيات
التجربة. فالعالم اللي كان عم يعمل التجربة بأوروبا نقل لأمريكا، واللي بأمريكا نقل لأوروبا، وأعادوا التجربة. طلع معهم العالم عم يطلع معه نفس النتيجة، اللي كان عم يتصرف معه الفوتون كجسيم بعده عم يتصرف معه كجسيم، والعالم اللي عم يتصرف اللي عم يتصرف معه الفوتون على أساس شحنة كهرومغناطيسية still same thing. بعدين توصلوا العلماء إنه الفوتون عم يتصرف كجزيء أو كأشعة تبعا لنظر المراقب، تبعا لفكر العالم اللي عم يجري التجربة. ومن هون طلعت العلوم، وأجمعوا العلماء كلياتهم إنه أنا بفكري عم أثر على المادة. بما إني عم أثر على الإلكترون، على حركة الإلكترون أو الفوتون، فمعناته أنا إلي تأثير على الذرة، والكون كله مصنوع من ذرة، لأنه الكون كله مصنوع من كهرباء، من طاقة. فإذا أنا بفكري عندي استعداد. في لقائنا المتجدد. معلش صار عندنا شكله في مشكلة في البث، انقطع البث بشكل خطأ. عفوا، هاي احنا حنرجع لكم. هيك سوري، صار خطأ في البث. تفضلي. أوكي، من أحد قوانين علوم الطاقة ما ترد عليه يزداد ويكثر، وما تقاومه يزداد أكثر. الظرف اللي حاصل نحن حاليا، هذا الظرف كل شعوب الأرض عم بتفكر فيه، يعني عم تعطيه طاقة، مركزين عليه، فعم نعطيه طاقة، نحن عم نعطيه طاقة وهو عم يكبر أكثر وأكثر. ظل يكبر حتى، سوري أخاف، سكان الأرض كامل، بشكل كامل يعني، كل سكان الأرض مرعوبة. فإذا نحن اللي عم نعطيه الطاقة. ليش؟ لأنه مركزين عليه. والجانب الثاني، نحن عم نقاوم هذا المرض. كل ما قاومناه أكثر، كل ما رح يزداد أكثر، رح يزداد شراسة أكثر. بهذا الموضوع، في العالم الفيزيائي فاديم زيلاند بيحكي عن هذا الموضوع على فكرة، بيقول إنه إعطاء الأهمية وتضخيم الحدث بينعكس علينا، لأنه كل ما ضخمنا أكثر وأكثر، كل ما كبر هذا الحدث. يعني من فيروس بده يتكبر 25,000 مرة بالمجاهر الإلكترونية ليشوفوا عالم، نحن عملنا منه وحش قدر يسيطر على الكرة الأرضية كلها. أكيد أكيد. بالضبط. فهاي القصة إنه نحن اللي عم نعطي دعم. يعني تخيل إنه مجرد الحديث عنه أنت عم تعطيه أهمية، عم تضخمه وتكبره. فهاي الموضوع نحن كسكان الأرض مش منتبهين له. وهون يمكن تسألوا كيف بدنا نحل المعضلة. أول شيء نتوقف عن تضخيم هذا الحدث، رح يقتل سكان الأرض. هون انصاب 100، هون مات 1000، هون، وعلى فكرة أغلبها شائعات يعني. فنحن عم نعطي هذا الزخم لهذا الفيروس. الشيء فنكون الثاني، إيجابيين، لازم نكون إيجابيين. يعني نتوقف عن الحديث، ما نعطيه أهمية. أوكي موجود، بس مش بالضرورة أنا أضلني مشغولة فيه، لأنه الإعطاء الأهمية بتكون داخلية وخارجية. يعني مثلا برا مهتمين الواتساب كلياته كورونا، الانستغرام، الفيسبوك، الإعلام، افتح أي نشرة أخبار، بلشين يعني أخبار أخبار وشائعات وتخويف وتخويف وتخويف. وكل ما خاف الإنسان، كل ما نزل الإميون سيستم. دكتور جمال، أنت الدكتور بتعرف هالشيء، إنه الحالة النفسية للمريض بتنزل الإميون سيستم، بتمحي جهاز أكيد المناعة. أكشولي أكيد الأهمية الداخلية هي إنه لما أنا خايف ومرعوب، أوكي، كمان أنا عم بعطي طاقة لهذا المخلوق اللي مسمى فيروس. أوكي طيب، أنا شو بدي أعمل؟ مش بس امتنع، بدي اسمح له يكون موجود واتقبله. يعني كل كائن على هالأرض بحق له يكون موجود، إن كانه شرير ولا خير. الجرثومي بحق لها تكون موجودة، والبكتيريا الحميدة بحق لها تكون موجودة، الإنسان المجرم بحق له يعيش على الأرض، والإنسان الخير. الله خالق الكون متكامل. فإذا نحن
نتقبل وجوده اوكي، ونكف عن المقاومه والكره يعني هالحاله الهايبر اللي نحن فيها. ف بدنا نتوقف عن كرهه، عن مقاومته، خلص موجود، عم نعمل اللي علينا، بنغسل ايدينا، بنمتنع عن التجمعات، بناكل صح، يعني كل اللي عم ندبك، بس نحن مرتاحين، مش حاسين بالحقد، مش حاسين بالخوف، مش حاسين بالكره، امورنا عادي، لانه صحيح. كثير امراض وجراثيم وكذا وكلها موجوده. الجانب الثاني، بدنا نوجه اهتمامنا للشيء مفيد، بدل ما نوجه اهتمامنا بس لهذا الفيروس. انا ما عم حب انه اذكره، بس نوجه اهتمامنا لشيء ثاني. كيف لازم نوجه اهتمامنا؟ اول شيء، ما عاد نفتح كل وسائل الاعلام، الاخبار، التلفزيونات، الراديوهات، كلها عم تحكي، يا ريت بتحكي خبريه حلوه، بدل ما تحكي مثلا انه انصاب 10,000 انسان بالفيروس ومات منهم مثلا 50، لا، انصاب 150 ومات منهم 10. طيب واللي شافوا من بيجيبوا سيرتهم؟ انا بيجي ببعث بالواتساب، صار هيك عدد الوفيات بأوتاوا، عدد الاصابات ما بعرف وين. طيب ليش هاي الاشاعات؟ ما نحن عم نعطي طاقه لشيء ضدنا. فاذا نحن نعطي طاقتنا لشيء نحن بدنا نعطيها لانفسنا، نحن احق في بنفسنا من هاي الطاقه اللي عم نعطيها لعدونا. هاي شغله، يعني التوقف عن الاشاعات كثير كثير شغله مهمه. هلا رح نعمل نقلي بالوعي لنستخدم الطاقه بشكل صحيح. شو معنات نقلي بالوعي؟ نحن هلا كوكب الارض كله عايش حاله خوف ورعب، كلنا خايفين. فنحن نحول هاي الطاقه الرهيبه، تخيل نحن عندنا 8 مليار بني ادم كلهم عم يفكروا بنفس الطريقه. هالثمانية مليار إذا توجهت طاقتهم بدل ما هي موجهة للخوف توجهت للحب، تخيلوا كده رح تكون النتيجة رائعة. شو معنات نتوجه للحب؟ أول شيء لازم نحب أنفسنا، نتعامل مع نفسنا بلطف. تاني شيء نحب كل اللي حوالينا ونتعامل معهم بلطف. تاني شيء نحب أهل مدينتنا، جيراننا، أهل البلد اللي ساكنين فيها، أهل سكان الأرض كلياتهم وبدون استثناء. مش هذا ينتمي لطائفي، وهذا ينتمي لعرق، وهذا ينتمي لمنظمة إرهابية، لا، نوجه طاقة الخير والحب لكل مخلوقات الأرض، لكل شيء موجود بهذا الكون، حتى لو جماد، نوجه له الحب. فهي شغلة كثير كثير مهمة إنه نتعامل بحب. الشيء اللي بدنا نتعامل معه بشكل كبير كثير هي إنه طاقة الخوف طاقة هروب، يعني نحن عم نهرب من الفيروس. تخيلوا شعور الطريدي اللي هرباني من شيء مفترس، فنحن 8 مليارات بني آدم هربانين بطاقة خوف. طب ليش نحن لنكون طريدي؟ نحن بنحول طاقتنا، بنعمل شفت، بنكون نحن الأقوياء. لما نحن منآمن بالله وما منخاف، وبنعرف إنه ربنا خلق الحياة لتستمر، مش ليجي فيروس مصنع ينهيها، ولا رح يسمح ولا لمخلوق على الأرض إنه ينهي الحياة على الأرض اللي خلقها القالق. ونحن وعندنا ذرة إيمان بنعرف إنه قوة الخالق وعظمته لا يمكن تسمح بتدمير الأرض، لا من قبل فيروس ولا من قبل كوكب، لأنه خلق هاي الحياة لتستمر، ما حدا قادر على إعدامها. يعني احنا في الطب بنحكي إنه الأدرينالين قديش هو قادر على الواحد لما يكون عنده الأدرينالين العالي فالمناعة بتنزل، والعكس. صحيح. يعني هو تقريبا نفس المبدأ الطبي، هو نفسه يعني يمكن الطب يقول لك الأدرينالين، نحن ما نقول لك الطاقة الإيجابية، لا، هو نفسه. طيب هلا يعني بعدين معلش إزالة الكره، الصوت راح، إزالة الكره من أنفسنا، نزيل الكره لنفسنا وللمقربين منا ولكل الناس ولأعدائنا بالذات. لأنه بعلوم الطاقة الفكرة اللي بتبعثها الكون رح يرجع لك إياها هي نفسها، فإذا بتبعث طاقة كره لحدا رح ترجع هي نفسها للأسف لإلك. فإذا الإنسان يبعث بس طاقة حب لترجع له طاقة حب،
فإذا إزالة الكره والعدائيه من انفسنا نهائيا، يعني بهاي الفتره لازم نسامح، لازم نتسامح، لازم نحب، لازم دائما تكون افكارنا خيره ولا الله. ليش؟ خليها تقوى مناعتنا، خلينا نوصل لشيء اسمه السلام الداخلي. بس الانسان يشعر بهاي حاله السلام الداخلي، ما في قوه بالكون بتهزمه، وساعتها الاميون سيستم او جهاز المناعه يعني بشكل حصري راح يكون كثير كثير قوي ويساعد الانسان. وأنا أستاذ محمد، تفضل. أنا بنصح كل الناس تجرب هاي الفكرة، اللي معتبرينها أنتو فكرة أو معتبرينها ما ورائيات، إنه الواحد يحب الناس ويتعامل بالخير. وأكشولي كل الأديان حثت على العمل الخير وعلى محبة الناس وعلى التسامح. إذا أنا غلطاني كل واحد يرجع لإيمانه، لأنه نحن أوكي شعوب متنوعة، فكل واحد يرجع لا، هذا أكيد، هذا أكيد. يعني كل الديانات، واحنا عارفين هذا الشيء، حب الاخر او حب للاخرين ما تحب لنفسك. تفضل استاذ محمد، كان في عندك تعليق. انا صراحه يعني كل هذا الكلام بعتبره كلام رومانسي. اليوم انا في عندي فيروس، فلما بتحكي لي انه انا اوكي، انت طرحت عده، خلينا نحكي ثلاث اشياء رئيسيه. حكيت عن عدم نقل الشائعات والاشاعات، وهذه اصلا هي نتيجه لسبب اللي هو الخوف او الفضول او التحذير او الرعب الناس اللي عايشين فيه. وبعدين طرحت موضوع الحب، خليني انا بس اعلق على الحب والخوف. اليوم لما انا بحكي انه احنا ما نخاف، ماشي، انا في عندي فيروس، انا في عندي وباء، انا في عندي كارثه، انا في عندي مرض موجود على الباب، مش موجود في دوله ثانيه، انا موجود عندي على الباب، كيف بدك اياني ما اخاف؟ يعني اعطيني شيء حقيقي انا اعمله بناء عليه ابطل اخاف، ابطل متوتر، ابطل قلق. الشيء الثاني الحب، اني احب الناس، ماشي انا بحب الناس، لكن في الاخير لما يوصل الموضوع عندي مفاضلة ما بيني وبين الاخرين، راح اركض على السوبر ماركت واروح اجمع كل اللي موجود في السوبر ماركت، لاني انا خايف انه الموضوع ينقص عندي. ما بفكر انه حينقص عندي وحينقص عند غيري، لا، انا في هذه اللحظه بس بفكر بنفسي، ممكن اخذ فوق ما انا محتاج علشان بس اتاكد اني انا مامن نفسي. فيعني انت تطلبي منا انه نحكي شيء يعني، او نكون نتقمص شخصيات وهميه خياليه اسطوريه موجوده بس في المسلسلات والافلام. صحيح بتتكلم انه ادياننا بتدعو لهذا الامر، لكن حقيقه الأديان بتدعو لهذا الأمر، لكن بتحط مقابله خوف من الله سبحانه وتعالى، بتحط مقابله يعني تمنيات للآخرة، بتحط مقابل. ومع ذلك كم من الناس ملتزم بهذا الكلام؟ فأنا كيف هذا العلم بده يخليني أرتقي بهذه الدرجة الرومانسية اللي بتتكلمي فيها؟ أنا بحس إنه هذا الموضوع، هذا الكلام رومانسي جدا. وفي سؤال، في سؤال مهم على الموضوع، انه كم ستأخذ هذه المدة؟ يعني انت بنحكي عن فعليا كم مدة نحتاج، هل نحتاج يوم، يومين، شهر؟ تفضلي. حالة الحب هايدي لازم تعيش فيها طول حياتك، لانه انا عايش فيها كل حياتي على فكرة. جيب امن حالك وهيك، انا ما عارف. بس هاي انا عارف حالي عايش فيها كل حياتي، بس انا بحكي الان كيف نعيش فيها بالفيروس، بالكورونا. نحن عايشين ببيوتنا هلا تحت الحجر الصحي، اوكي؟ فتخلي افكارنا افكار حب. يعني مثلا انا لما بفكر بحدا ممكن كان زعجني، يعني ما رح احكي هاي الفكره لانه انا اكشلي بحسها مزعجه، بس انه اذا فكرت بحدا بيزعجني، اذا فكرت له انا فكرت فيه بشكل انتقامي، الفكره راح تروح جوب الكون وترجع لي بنفس الطاقة، يعني راح تجيب لي كره ويرجع لإلي. بينما إذا فكرت بهالإنسان سامحته، الله يسامحه وخلص، أوكي، يعني بشيله من قلبي. يعني تخيل واحد، يعني الكره مثل كيس جاربج بيحمله الواحد على ظهره وبيضل ماشي فيه. طب ليش حامل هالعبء؟ ما زدته. بس تتخلص من الكره وتسامح الناس حتى أعدائك
وتتعامل معهم بلطف، شو اللي بيصير؟ تعامل بهالشيء بداخلك، مش بالضرط تروح تقول لحدا عدوك انه انا بحبك، لا، بس بينك وبين حالك ما تنظر له بكره، بتلاقي حالك انه حاسس بالراحه، انه انا مش حامل، يعني انه الكره ما بيقتل غير صاحبه، فانا بنظر لكل الناس بمحبه بعين الحب، ليش لمني احمل كره بداخلي؟ عرفت كيف؟ يعني مثلا اسا انت ببيتك وانا ببيتي وكلنا ببيوتنا، ليش ما نتمنى الخير والسلامه لبعضنا؟ طيب هذه ما مش ماخذ شيء من طريق الثاني، مش اثنيننا بسوبر ماركت عم نتشاكل لناخذ مين بده ياخذ علبه الكلينكس، لا، نحن قاعدين ببيوتنا وعم نتمنى الخير لبعضنا. انت لما تتمنى الخير بتحس برضا الله عنك، بتحس بقوه بداخلك غير شكل عم تسري، يعني الامور مش كلها فيزيكال، في شيء روحي، في شيء عندنا روحي. والله امرنا بمحبه بعضنا والتسامح مع بعضنا. بكل الأديان، بكل الطوائف، حتى الطوائف، حتى الأديان اللي ما بتعبد ربنا فيها التسامح. فهاي القصة داخلية، طيب مش شيء فيزيكال. آخر شيء بعلوم الطاقة أو على الصعيد النفسي، إنه بدنا نحافظ على نفسية أو معنويات عالية جدا. المعنويات العالية جدا هي إنه الإنسان بيكون سعيد، يعني مثلا حط موسيقى راقصة، اقعدوا ارقصوا بالبيت كعائلة، اقعدوا ارقصوا. انا كثير بشجع على هذا الموضوع، انه اوكي نحن محصورين بهالبيت، نرقص بنغني وقت ما عندنا حفله، نستمع للاشياء الحلوه، نسمع بس لمسرحيات واشياء مضحكه، لا مسلسلات حزينه ولا اغاني حزينه ولا اخبار سيئه ولا شيء، بس ناخذ جانب الحلو. وحتى الموضوع الرقص كثير كثير مهم، لانه بينفس كل الطاقات السلبيه. أنا برقص مع ابني على البلاي ستيشن. يا وبعدين في ناس مثلا تتجه للتأمل، التأمل والخشوع لله، التأمل على فكرة والصلاة هي نفسها، بس أحيانا تتسمى تأمل وأحيانا تتسمى صلاة حسب كيف الإنسان بده يتصرف، لأنه لما بنحن عم نصلي لله وبنفوت بحالة الخشوع هاي المطلوب، نفس الشيء بالتأمل بنفوت بحالة خشوع. ليش التأمل شو هو؟ أكيد عبارة عن تواصل أكيد مع الخالق بصمت، بس لأنه أصلا ربنا خلق، يعني ربنا طلبنا بالصمت. ليش؟ لنوصل لإله. ليش بنخشع بالصلاة؟ لنتواصل مع الله من غير حواجز. مش أنا بروح بصلي وفكري هون وهون، لا، بخشع بتواصل أنا وياه. هاي اللي بصير بالتأمل، اللي بيتأملوا بيسلموا كل ما فيهم للخالق، بيحاولوا يتواصلوا مع هالخالق اللي سبب وجودنا كلياتنا. هاي التأمل هي حالة صلاة، بس عند بعض الأديان اسمها صلاة، عند الناس اللي ما مثلا مش منتمية لجماعات دينية اسمها تأمل. يس. طب خلينا نطلع من المحور هذا ونطلع لمحور آخر اللي هو محور الجسد، وأعتقد هو الناس الآن يمكن نرجع كنا احنا في الطاقة والروح والنفس والهاي. خلينا نروح على الجسد، إيش بدنا نسوي للجسد؟ ما هو الإفكت اللي بدنا نسويه للجسد عشان نقوي جهاز المناعة؟ أوكي، أهم شيء بيعتمد عليه الجسد وكلياتنا بنعرفه هو التنفس. الإنسان ممكن يقعد شهر بلا أكل، 10 أيام بلا مي، ودقيقتين بلا أكسجين، بس بعد دقيقتين بيكون باي باي، صح؟ فاللي بدنا نحكي فيه أول شيء هو الهواء، بعدين رح نحكي عن الماء، بعدين رح نحكي عن الغذاء، بعدين عن تنظيف السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، وبعدين عن الرياضة. فتحبوا نبلش عن التنفس؟ Go ahead، تفضلي. عملية التنفس كلياتنا بنتنفس، بس المفاجأة اللي مش كثير سعيدة إنه بتنفس غلط. هذا الموضوع رح نحكي عنه هلأ بعد ما نشرح عن الفيروس اللي موجود حاليا. الفيروس هذا بيصيب الجهاز التنفسي، يعني الرئتين، أول منطقة بفوت فيها البلعوم، طبعا بفوت عن طريق الأنف أو التم بالدرجة الأولى، في العيون بس إنه الأنف والتم بفوت بالبلعوم بعدين بينزل على الرئة، يعني على الجهاز التنفسي. مظبوط مظبوط. بما إنه بيصيب الجهاز التنفسي لازم نعرف أول شغلة إنه معظم، وأنت دكتور جمال بما أنك طبيب بتعرف هاي القصة، إنه معظم
البكتيريا والفيروسات اللي بتهاجم الجسد الحي لا تتنفس الأكسجين، صح؟ بما إنه الفيروس لا يتنفس الأكسجين، معناته الأكسجين بيقتله. فنحن بهاي الحالة شو بنعمل؟ بنزيد كمية الأكسجين بالجسم. أنا نوهت إنه نحن بنتنفس غلط، ليش؟ لأنه نحن بنتنفس بهاي الطريقة، الصدر بيطلع وبينزل، بينما عندنا نحن الرئة بتنزل للبطن، صح ولا لا دكتور جمال؟ فوق البطن يس فإذا نحن لنتنفس بشكل صحيح لازم البطن يطلع أثناء عملية الشهيق وينزل أثناء عملية الزفير مثل البيبي الصغير. لو الحجاب الحاجز يس أوكي، فإذا عملية التنفس هي كالتالي: ناخذ نفسي 4 عدات لحتى ينفش البطن، منتركها 1 2، وبعدين منطلعها من التم ب8 عدات، بنوقف 2 بنرجع ناخذ 4 أجين. ليش هاي الطريقة بالتنفس أنا عم ركز عليها؟ لما بناخذ نفس عميق جدا وبينتفخ البطن عندنا، بتكون الرئة كلها انتلت هواء، وخاصة الشعب الهوائية اللي ممكن تتخبى فيها الفيروسات والبكتيريا والالتهابات. فالأكسجين لما بينزل على هاي الأماكن بيقتل كل الأجسام اللي لا تتنفس الأكسجين، كل الجراثيم والفيروسات. هلا انا يمكن اوقف هون شويه. يس الاكسجين مهم جدا للجسم عشان يقويه ويقوي جهاز المناعه، لكنه لا يقتل يعني خلينا نكون واقعيين، ما بقتل الفيروس اوتسايد. يعني هلا اذا كان الفيروس جوا حاطين عليه اكسجين او برا ما موجود اصلا في على الاسطح عليه اكسجين، هو لا يقتله. فهو صح يقوي او ينشط الخلايا اللي بتحتاجها، بس عشان أكون واقعي علمياً حسب الطب اللي عندنا. أنا بحترم رأي وجهة نظرك، تفضلي. بس دكتور جمال لا تنسى أنه الأكسجين أقوى معقم على وجه الأرض، يعني مش مزحة. الأكسجين نحن بنعقم فيه كل الأشياء، الأكسجين مظبوط. كتير كتير قوي، فهو لما بيحاصر الجرثومي يعني لو ما قتله بده يضعفه، لو ما قتلها بده يضعفها. بعدين الأكسجين لما بيفوت بكميات كبيرة على الجسم، دماغنا رح ينشط، الدم رح يتزود بكميات هائلة من الأكسجين ويزود الجسم فيه، يزود الدم، الخلايا، الجلد. لما الإنسان بياخد أكسجين كثير أصلا نشاطه الفكري وقدرته على الاستيعاب تتضاعف. طب how practical إنه أنا أسوي هاي قديش؟ يعني أنا يمكن نفسياً ما بسويها، فهاو براكتيكال؟ هل تتوقع إنه كل يوم أسويها مثلاً 10 دقائق 5 دقائق؟ الإنسان لما بيخلق جديد على الأرض بيتنفس بالشكل الطبيعي اللي أنا كنت بحكي لكم عنه هلأ، بيتنفس من بطنه، تنفس بطني اسمه. بس يكبر الإنسان بصير مثله مثل الكبار وبينسى التنفس، لأنه هاي طريقة التنفس الحقيقي، إنه تنفس من البطن. فبنرجع نحن نعود الجسم يرجع لهي الطريقة. فمثلا فيك تعمل هذا التمرين مثلا 20 مرة الصبح، 20 مرة الظهر، 20 مرة المساء، بعدين بتصير تزيده لتصير هاي الحالة الدائمة. يقال أحيانا بس يومين الإنسان بصير يتنفس بهاي الطريقة. أنا راح أحكي حادثة شخصية إذا بتحبوا أنا يعني أحكي عنها. أنا تعرضت للأزمة وما كنت بعرف إني معي أزمة، وطبعا دخلت بامور انه انا عندي قصور بالقلب، وبعد فحوصات وتحاليل وستريس تيست كثير، يعني خضعت لفحوصات على مدار اشهر واشهر واشهر، اخر شيء الطبيب بيقول لي انت القلب سليم عندك بس ما عم يوصل له اكسجين. طبعا لما حولوني لعند طبيب مختص وعملوا لي الفحص انا ما بتنفس 60%، اكتشفوا المشكله هون. طبعا اعطوني البخاخ الكورتيزون. فأنا بهذيك الفترة كنت عم بمر بشوية ضغوطات نفسية، وكنت عم بعمل نوع من المديتيشن، يعني عم بحاول أحط حالي بحالة الريلاكس. فبلش بهذا التمرين لما بتاخد 4 عدات تنفس وبتطلعهم بالدبل إيه، بصير يهدى الجسم ويهدى الدماغ، فبيفوت بحالة ألفا.
فأنا لفوت بحالة الريلاكس هاي، صرت أعمل هذا التمرين كل وقت بقدر عليه، الصبح ظهر مساء، الساعة 5 الصبح كنت أعمله. بعد فترة صرت أحس بنشاط وحس فعلا نفسيتي عم تتحسن وهيك. فلما إجت المراجعة عند الدكتور، أنا كنت زيت الدواء ما عم باخده لأن مش حاسة إنه أنا بدي، وأنا طول عمري بكره الأدوية. وعلى فكرة أنا يعني للي ما بيعرفني يمكن ما كان في مرض بالدنيا إلا ما زارني، كنت مجموعة من الأمراض المتحركة سوت لياتها. ألف سلام عليكم. تسلم. وأحد هاي كانت الأزمة. فالنتيجة لما حطوني بغرفة القزاز المسكرة وعملوا لي الفحص وهيك، كانت النتيجة إنه أنا بتنفس 100%. هلا الطبيب لما شاف النتيجة إنه عم تاخدي الكورتيزون، قلت له نو، شو عم تعملي؟ قلت له أنا بعمل هذا الاكسرسايز، شو بعمل شيء اللي أنا ما بعرف شو عم تعملي، بس التقرير اللي بإيدي بيحكي إنه أنت ما عاد مريضة، وأنا ما فيني استقبلك هوني على أساس مريضة ولا بكتب لك دواء. وشكرا. من هذاك اليوم أنا ما عاد شفته، هذا الحكي صار له 11 سنة من وراء تمرين التنفس بس. وأنا بنصح كل طيب إنسان عنده أزمة، وعلى فكرة بنتك عانت من الأزمة بطفولتها وتعالجت بنفس الطريقة، فبنصح كل إنسان بيعاني أي مشكلة بجهاز التنفس أو أزمة بس يعمل هذا التمرين، وبعد شهرين يرجع يراجعني إذا ما طاب. بس طيب يعني الكلام هذا لطيف جدا، وبحتاج منا إلى إيمان فيه، إن نآمن فيه. طبعا تمريت في تجربة، ربنا يبعد عنك الشر والضر، ويبعد عن كل اللي بيسمعونا الآن واللي بعيدين منا، لكن مريت بهذه التجربة فخلتك مؤمنة بهذا الأسلوب. ممتاز. الآن لما بكون أنا في عندي فيروس، أول شيء حيضرب فيه جهاز التنفس، يعني أصعب شيء حيقتلني في جهاز التنفس. فكيف أنا أصلا حوصل جهاز التنفس هذا لهالمستوى اللي يكون هو العلاج وهو التقوية؟ الشيء الثاني، يعني أنا مريت وسمعت وشفت كثير من الناس بيتكلموا في موضوع اللجوء للدعاء واللجوء للعبادات، وهذا طبعا يعني إحنا معه تماما، بل بالعكس. يعني أنا شخصيا كتبت كثير على موضوع الدعاء، وبعرف معاني وروحانية الدعاء وقوة الدعاء، لكن إحنا دائما ندخل في إشكالية الطرف الآخر اللي بيعتبر هذا الكلام فيه تواكل، يعني بيلجأ للأمور الروحية وبيلجأ للأدعية والعبادات، ويعتبر أن هذا هو اللي راح يشفي فقط، انتهى نقطة. الآن لما تشوفي أنه أنت الوجه الآخر لهذول الناس بكلامك، والأمر الآخر اللي سألتك إياه في البداية، أنه كيف أنا أخذ وصفات وروشتات أني أمارس التنفس اللي الآن حيساعدني في المرحلة اللي حيوصلني فيها المرض لا سمح الله، ويأثر على جهاز التنفس تبعي؟ أخ محمد، أنت حكيت عن موضوعين مش متواصلين كتير مع بعضهم، حكيت عن التنفس وحكيت عن العبادات. خليني أرد على الجهتين سوا. موضوع التنفس هذا شيء فيزيكال بجسمك، أوكي؟ الله مش خالق ولا جهاز بلا شغل. جهاز التنفسي مجهز بدفاعات، نحن عندنا جهاز مناعي. شو معناتها شيء؟ إنه بيقدر يصد كل الجراثيم ويتغلب عليها. فالتنفس لحاله ما راح يقضي لك على جرثومي. نحن عم نحكي شو في عنا أساليب نساعد جهاز المناعة ليرتفع. حكينا نحن إنه المحافظة على نفسية عالية وروح ومعنويات عالية بيرفع من جهاز المناعة. التنفس السليم وكثرة الأكسجين بالجسم راح ترفع لو 1%، لو 2، لو 5، ما بعرف. كمان شوي 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 من كل جزء بنكون نحن وصلنا لجهاز مناعة اللي ربنا عطينا إياه، تخليه بالجهوزية اللي مفروض يكون عليها. نحن بتنفسنا الغلط، بطريقة التنفس الغلط، عم نأذي حالنا ومنخرب العطايا الله، لأنه الجهاز التنفسي موجود، هاي هدية لكل كائن حي، بس أنت إذا ما عم تستخدمه بكامل طاقاته فهو غلطك أنت. هي شغلي. شغلي تاني، حكيت عن الدعاء والروحانيات.
ربنا سوري ما راح يسمع لي إذا أنا بدعي له. ليش ما راح يسمع لي؟ لأنه راح يقول لك أنا جهزتك بكل الأشياء اللي بتحتاجها لتعيش على الأرض، يا استخدمها بكامل طاقتها يا ما بتستحق هاي الأجهزة اللي معك. فبتيجي بتدعي لي يا رب شفيني، طب ما أنا أعطيك أجهزة شفاء استخدمها، أعطيك أجهزة علاجية استخدمها، أعطيك عقل يديرك ويظبط حياتك استخدمه. أنا بعمل كل الأشياء الغلط يا رب تعين. يعني كلياتنا نحن بنمرض وبنصير يا ربي شفيني، أنا يا حرام أنا ضحية. لا أنت مش ضحية، أنت ضحية نتيجة ممارساتك الغلط، نتيجة أفكارك الغلط. أنا هذه تجربة شخصية، أنا بعدني عم بحكي لكم، أنا مر علي أمراض ما مرت على حدا، مصدرها فكري وبعدين الفكر عكس على الجسد وأضعفه، وشفيت بنفس الطريقة بس عكسية، إنه غيرت فكري فصارت رغم إني اختلف العمر، بدل ما يصير إنه بس يتقدم الواحد بالعمر بيضعف، أنا صرت أقوى، صرت حس حالي أنا صبية أكثر، صرت حس حالي أنا أقوى، صرت حس حالي أنا عندي مقدرات ما كانت عندي وأنا بسن صغيري، مجرد ما اختلف طريقة التفكير. فإذا الإنسان مجهز، ما بدي أحكي مثل المحارب بكل الأشياء، لا، ربنا حاططنا على الكون بكل الأشياء اللي بنحتاجها، عقل بوعي بروح بجسد متكامل. زمان يقال إنه الجسد كان يخدم 500 سنة ويضل عايش الإنسان، إسا نحن ما عم نكفي 70 سنة. ليش؟ من وراء الممارسات الغلط ومن وراء الأكل الغلط اللي إسا رح نفوت فيه لموضوع الأكل، وإنت رح تشوف بعينك إنت نفسك شو عم تأكل أشياء غلط ومش عارف إنها غلط. إسا هذا الموضوع كثير. السؤال اللي بعده اللي هو محور الماء، أعتقد إنك كنت بدك تحكي عنه، تفضل. الماء نحن حكينا إنه الإنسان إذا تنقطع عنه الماء 10 أيام فرشور بده يموت، لأنه ما بحب أقول هالكلمة بس لأنه نحن مثل الأرض، نسبة الماء بجسمنا 75 يعني بشكل تقريبي ماء، وبعدين الباقي أشياء تانية. فنحن بحاجة الماء، بس ماء تكون نقية. الماء اللي عم نشربها نحن عم تجي ماء ميتة. ليش؟ لأنه مكررة ومضاف لها غاز الكلورين، مضاف لها الفلورايد، مضاف لها معقمات. أوكي؟ فإذن مش ماء حي. هلأ نحن الماء عندنا الحنفية ما عندنا غيرها. أنا ضد البلاستيك اللي الناس بتشتري العبوات هاي، أنا ما بشتريها أبدا. بتجيب ماء من الحنفية بتحطها بوعاء إكزاز مفتوح مش مسكر، لا تسمح لغاز الكلورين يصعد لأنه هو غاز، بس تتركه بمكان مفتوح بيطلع. فبتتركه من 12 ل 24 ساعة يفضل، يعني إذا الدنيا عنا برد أنا عم بحطهم على الشباك تجي عليهم الشمس، بكرة بالصيفية بصير بحط المي برا مكشوفي، بتحط تغطيها بشاش بيمشي الحال، لنسمح لغاز الكلورين يطلع، ولما بياخد أشعة الشمس بصير يستعيد جزء من الحياة لأنه الشمس مصدر الحياة. هذا جزء. الجزء الثاني، إذا في عندك إبريق الفخار مثل هيدا، الله ذكرتينا. أنا عندي خمسة ما بشرب المي غير منه، ما بحط مي بالبراد. الفخار هو أصدق مادي لجسد الإنسان، ناس زمان كانت تطبخ فيه وتشرب المي منه. أنا عم بحاول جيبهم من هون ومن هون، وصيت كل المحلات العربية تجيب فخار، وقلت لهم التسويق علي، لا تخافوا، إذا ما بعتون أنا راح أشتريهم. عرفتوا كيف؟ فإن شاء الله أنه في حدا وعدني بده يجيب وسكة من مصر كمان. المهم أحكي بحسابي بواحد إن شاء الله. إبريق الفخار يمتص كل المعادن الثقيلة اللي بالمي، هذا اللي نحنا مش عارفين قيمته. أنا عندي فرشاي خصوصي بنظفه من جوا وبرجع بنظفه من برا، وبغسله بالمي بس مي باردي، وبعبيه وبحطه بس، وبرجع برجع بس يعني بعد 24 ساعة أو 12 ساعة حسب حاجتي للمي وحسب الهيدا، بحطه كمان بوعاء كزاز. حتى مستخدمي شغلي إنه أحيانا بستخدم اثنين ملوني قزاز بألوان أزرق وأخضر وأحمر على ألوان الشاكرات، مش بالضرورة هيدي بس يعني إذا حبيتوا تعملوها مش غلط، بس بريق الفخار ضروري. هذول اللي كانوا يستخدموه من ملايين السنين لحد جدودنا وستاتنا كانوا يستخدموه، نحن زتناه وركضنا على البراد. مش مشكلة شو في البراد، بس هو شيك يعني براد ولا 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 قطعة فخار، لا البراد. فمن هون نرجع للطبيعة،
لأنه الفخار مادة صديقة، حتى في أنواع من الفخار بتنضاف على المي بودرة، أنواع من الصلصال بيضيفوها على المي لتعمل لترسب كل المعادن الثقيلة، كل الكلورين والفلورايد. على فكرة الفلورايد مادة بتأذي الدماغ وبتكلس الغدة الصنوبرية اللي مسؤولة عن الحدس وعن الحكمة عند الإنسان والذكاء. الفخار كثير كثير بيساعد إنه المي اللي نشربها تكون صحية. بتحبوا نحكي شيء بعد تاني تفضل عن المي؟ تفضل أستاذ محمد. طيب أعتقد تفضلي أستاذ، المحور أنا الغذائي. على موضوع الماء كنت بدي تكملي على موضوع الماء. الماء طبعا نحن حكينا كيف بننظفه للماء، بس في 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 طريقة كتير حلوة للمي، إنه لما بنمسك كباية المي وبدنا نشربها، أول شغلة نشكر الله إنه على النعمة اللي بين إيدينا، تاني شي نقول كلمة حلوة للمي. المي مادة موصلة، مثل ما جهاز السلك النحاس بيوصل للكهرباء، المادة موصلة للفكرة. يعني إذا بتشكر الله وبتقول لكباية هالمي أنا بحبك، أنت فيك الخير، أنت رح تفوتي على جسمي تنعشيني تبعتي الحياة فيني. هاي على فكرة الدراسات عملوا عليها كثير كثير حول العالم، على أنه لما أطلقوا كلمات حلوة على المي كيف ضلت بحالة سليمة، ولما على عدة أيام أطلقوا كلمات سيئة للمي تعفنت وطلعت لها روائح مش طيبة. وفوتوا جوجلت وشوفوا هذا صحة هذا الكلام. أنا الكلام هذا شفته وشفت فيه دراسات، لكن في ناس شككوا في موضوع، يعني شفت دراسات على البسملة على الماء، طبعا كانوا عاملينها علماء مسلمين، وكانوا بيحكوا على موضوع إنه لما بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على الماء بيعيد ترتيب الشكل الهندسي تبعه بطريقة منتظمة، صار مظبوط. فيه كلام وكذا. أنا لا أستبعد إنه تفاعلنا مع الأشياء لما بكون يعني يكون فيه تفاعل إيجابي، الأشياء تستجيب معنا. إحنا بنلاحظ هذا الكلام حتى في حياتنا. مظبوط، نحن بدينا حكينا بأنه الطاقة هي تأثير الفكر، لأنه الفكر أكبر قوة بالعالم والله عطانا إياها. أكبر قوة هي تفكيرك، مش إيدك ولا قوة عضلاتك، هي قوة الفكر. فهي قوة الفكر بتغير الكون كلياته. قوة طيب الفكر أنا بدي أنتقل الآن من الماء للطعام. إحنا حكينا عن موضوع الأكل، إنه أكلنا قبل شوي حكيتي لنا أكلنا مش صحيح. طبعا كلنا إحنا بنعرف إنه أكلنا مش صحيح، لكن إحنا عندنا مشكلة في إنه ناخذ القرار والإرادة إنه نغير أكلنا. فهل حتستطيعي الآن في الجلسة هاي تخلينا ناخذ القرار نغير أكلنا؟ أنا أخذت القرار الآن إني أستخدم المي في الجرة، أرجع لأيام جدي من وراء الكلام تبعي. Good. هل بتقدري الآن تخليني أنا أرجع للأكل الصحي تبع؟ تفضل. الأكل الصحي رح نحكي عن عدة مواضيع فيه. أول شغلة رح نحكي عن الصيام المتقطع. تاني شيء رح نحكي عن الكيتو النباتي الني، يعني هي ما في كيتو نباتي ني، في كيتو نباتي بس أنا حطيت كلمة الني لأنه أنا رح ركز إنه ناكل ني، أكل عايش حي. ورح نحكي على أو خليها هذه طريقة الطبخ بالزيت. رح نبدأ أول شيء بالصيام. طبعا بكل الأديان مفروض الصيام. أنا برأيي كل واحد على دينه يحضر الصيام تبع طائفته وينفذه هلق. بس كيف؟ يعني مثلا خلينا نقول شهر رمضان، أو الصيام عند الأخوة المسيحية مثلا، الصيام النباتي أو الصيام عند الطوائف التاني، المهم خلينا نحضره ونطبقه حاليا. كيف رح نطبقه؟ هلا نحن قاعدين بالبيت، أو بالأحرى نحن قاعدين بالمطبخ طول النهار محجوزين، فقاعدين بالمطبخ مش بالبيت. شايفي صعوبة المهمة تبعك؟ فهلا أنا رح حل لكم المشكلة. الصيام المتقطع يعني إنه الجسم لازم يصوم
بين 16 ل 18 ساعة أقل شيء، وفي ناس 20، وفي ناس بتاكل وجبة واحدة باليوم فقط لا غير. أنا بعترف بصوم بين 16 و 18، مش عم بقدر زيتون أكثر يعني صراحة. بس لنجهز لنسهل عليكم، مسموح لكم تاكلوا بالنهار. يعني مثلا كيف؟ فينا ناكل أول وجبة خلينا نقول الساعة 10 الصبح أو 11، كل ما أخرت بيكون أفضل حسب واحد حاجته، 10 و 11 الصبح. وآخر وجبة أو يفضل يكونوا بس تنتين، إذا ثلاثة أوكي تكون وجبة صغيرة بلا سكر بيكون منيح. خلينا تكون آخر وجبة الساعة 5 6، يعني الماكسيموم 6 بس، بين 10 و 6 كثر خيركم بيكونوا 16 ساعة. بالساعة 6 المساء لتاني يوم الصبح الساعة 10، إذا مشينا 16 ساعة بيكون يا عين. ليش بدنا نعمل هاي القصة؟ لندخل الجسم بحالي ما بيدخلها غير بحالة الجوع، وهي التهاب الفضلات. لأن خلال عمل الجسم الخلايا بتفرز فضلات، بس لما الخلايا بتفرز هاي الفضلات نجي بناكل وجبة، نحن الجسم بيرجع بيلتهي بالوجبة، ما بيخلص هضم لنرجع بنعطيه وجبة تانية. فهون ما عم نعطيه فرصة للجسم يتخلص من الفضلات. فهاي الفضلات بتكثر 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 على مدار السنين، بتشكل مادة المخاط بالجسم. في ناس الأطباء شخصوهم إنهم عندهم 5 لتر مخاط بجسمهم. طبعا المخاط شو هو؟ مرتع للجراثيم والبكتيريا والفيروسات والسرطانات وكل ما يحلو ويطيب من الأنواع الأمراض، يعني مناعة الإنسان بالعدم وهو مش عارف. فإذا نحن بدنا نفوت بعملية صيام، كل ما جوعنا كل ما الجسم حرق هاي الفضلات. وهو شو بيعمل فيها؟ بياخذ هاي الفضلات بيعيد تدويرها، يعني بيستخدمها مرة تاني وبيحرقها، فهو بيزيد طاقته لأنه بدل ما ناكل حرق اللي جوا، وبنفس الوقت تخلص من هذا العبء اللي بداخله. هذا معناه الصيام المتقطع وهي الفائدة منه. هلا بدنا نحكي عن الكيتو دايت. الكيتو صرعة غربية طلعت للتنحيف وللكذا، انه بتاكل قطعة لحم وصحن سلطة. طبعا الاثار اللي صارت تجي بعد هذا الموضوع انه الناس اللي مثلا صار عندها نفذت هذا الكيتو او الدايت نحفت شوي انبسطت بحالة. فهو هذه مستحيل الانسان يستحمله اكثر من 3 شهور، بس الناس كيفت عليه ومشت طبعا لانه نقص ثقافي بالموضوع. فصارت امراض القلب وتسمم الكبد وتعطل الكلى. ليش؟ لأنه صارت الدهون والمخلفات هاي تروح على الكبد والكدني. المهم نحن راح نستخدم الكيتو نباتي. كيف يعني؟ يعني مصادر الفات أو الدهون راح نجيبها من مصادر نباتية وليس حيوانية. يعني فينا ناكل أفوكادو، فينا ناكل بذور الكتان. أنا كثير يعني بشدد على هاي القصة، بذور الكتان كلنا لازم ناكلها لأنه بتنزل الكوليسترول، في مليان أوميجا 3، بتشبع، بتساعد على التنحيف، فيها معادن وفيتامينات كثير وكلها فايبر، يعني نحن بحاجتها عن جد. بذور السمسم، الناتس، فينا ناكل جوز، حبتين جوز حبتين لوز. أنا بفضل من المكسرات اللوز أكثر شيء، لأنه اللوز لصحة الإنسان صديق أكثر من مثلا ما ناكل كاجو، لأنه هذاك فيه مواد مش كثير مفضلة. الفستق الحلبي نفس الشيء، ابعدوا عنه قد ما فيكم، أو الفستق السوداني سوري، لأنه فيه جراثيم كثير، بس يتخزن شهر شهرين بصير فيه جراثيم. فأفضل شيء اللوز، فيكم تنقعوه وتاكلوه أخضر، وفيكم تعملوه للحليب للأطفال أو لإلكم إذا بدكم تاخذوه، خاصة الأطفال. أنا يعني كثير بشدد إنه كل الأطفال حولوها على حليب اللوز، وسهل كثير. كمشة لوز قد هيك نكعوها، حطوها بالخلاط مع كباية مي، عدة ضغطات على البلندر، آخر شيء بيطلع معكم حليب، فيكم تصفوه إذا بدكم تعطوه للطفل بالبيبروني. المهم بنرجع كمان الزيوت. الزيوت النباتية كلها، زيت زيتون، زيت عباد الشمس ماشي حاله، زيت جوز الهند مليح، بس بعدوا عن زيت الذرة قد ما فيكن. حتى مادة الذرة يعني صراحة مادة مش للاستخدام البشري،
لأنه تغيرت جينيا، فحاولوا ابعدوا عنها قد ما فيكم. لكن هاي الأشياء اللي رح نستخدمها نحن بالكيتو النباتي. فإذا رح ناخذ مواد دهنية نباتية، بدنا ناخذ خضار وخاصة الورقية الخضراء، لأنه فيها مادة الكلوروفيل عالي، وبتزود الجسم بكل المعادن والحديد وكل الأشياء اللي بده إياها الإنسان من المادة الخضراء. شو معنات ني؟ بدنا نبتعد عن الطبخ قد ما نقدر. ليش؟ لأنه الطبخ عبارة عن أشياء ميتة عم تدخل على جسمنا. يعني سوري، أحد علماء تغذية قال إنه نحن معامل تكرير، سوري يعني إنه معامل تكرير مخلفات بس، لأنه أي شيء بتعرضه لحرارة، أي خضار أو أي مادة حية بتعرضها لدرجة حرارة 40، قتلتها، ما ضل فيها شيء، ما ضل فيها شيء. إذا الأكل الحي، والأكل الحي الإنسان إذا بياكل ملوى يد وحدة ما يعادل 200 جرام من الأكل الحي والعايش، بيقدر يحصل على كل المعادن والفيتامينات والطاقة اللي بحاجته جسمه. هاي شغلة. الشغلة الثانية، إذا بدنا ناكل بس البذور والزيوت والخضار، ما رح ناخد كل العناصر اللي محتاجينها، فبنضلنا ناخد. طبعا، بس عفوا، الاكل الحي بتحكي عن الخضار. ايه، ما جايتك بالحكي. ايه الخضار، يس اوكي. ايه، هلا بعدنا بحاجة شوية أغذية تانية وفيتامينات ومعادن وبروتينات مش موجودة بالخضار كلياتها. فنحن بنقصنا البقول. البقوليات طبعا بدنا نطبخها لناكلها، نحن عم نحكي ما بدنا نطبخ. فنحن شو بنلجأ هوني؟ للتنبيت. التنبيت بتجيبوا أي نوع بقول، بتحطوه بمرطبان مي مثل هيدا، ليكو حاطة عدس أنا ومي، بحطهم مثلا من الليل للصبح، صبح بكب المي بعد 6 ساعات، أو إذا نحن بالبيت كل 6 ساعات فينا نشيل المي ونحطها، أحيانا كل 12 ساعة بنكب المي، بنرجع بنضيف مي، بنكب المي بنضيف مي. بعد العدس 3 أيام ببرعم، الحلبي يومين، الحمص يمكن ياخد 3، الفاصوليا بتاخد أكتر شوي. وهيك ساعتها العدس مثلا أنا بضيفه على السلطة مثل ما هو بس، وبرش كمون منشان إنه ما يعمل نفخة أو شيء، لأنه اللي ببلشوا بهذا النظام عن جديد بصير عنده النفخة بالمعدة لترجع الإنزيمات الهاضمة أجين. يعني الحلبي مثلا ما بحس انها بتعمل مشكله، الحمص اذا 4 ايام بالتنبيت وبرعم وطلعت الهيدا كمان بتخف، يعني ما بيعود يعمل نفخه. وهيك بنكون نحن صرنا ناخذ جزء من الاكل الحي اللي عايش. يعني اذا بتمسك حبه العدس تزرعها برا بتعطيك نبته، مش شيء ميت. نحن جسمنا حي وبده شيء حي يعيشوا بزيادة، مش يكون لود عليه، مش يكون عبء عليه. نحن لما عم نكرر مواد ميتة، نحن شو عم نعمل بحالنا؟ غير انه عم نكون مرتع للأمراض وللبكتيريا، وعم نتعب الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، وبنتكون المخاط بجسمنا. هلا في ناس ما رح تدخل بهذا الموضوع وتقول كبير، في نظام بالكون اسمه نظام الميكروبيوتيك، بيسمحوا بالطبخ بس تكون الحبة كاملة، يعني العدس كامل الكذا بيسمحوا، بس بشرط انه بتطبخ بمي، ما بتضيف له لا زيوت ولا دهون غير ليتر. يعني مثلا طبخت، خلينا نقول مجبرة كلنا بنعرفها، طبخنا العدس والبرغل بمي وبس، نشيل الطبخة على النار بنكت عليها زيت الزيتون يكون بارد، وما بنقلي البصل بناكلها حدة خضرة ما بنحط عليها مطبوخة. ليش نحن ما بدنا نعمل قلية؟ لأنه هاي شغلة كثير مهمة، خوفونا من الدهون الحيوانية، فبطلنا نطبخ بالسمنة، نحن صرنا نخاف بدنا نحافظ على رشاقتنا، فروحنا نطبخ بالزيت. وكل الناس بتعرف إنه الزيت بس ينحط على النار بيصير زيوت مهدرجة. أوكي؟ هاي الزيوت المهدرجة شو بتعمل؟ بتأهل الجسم لأمراض القلب والشرايين والشوارد الحرة. فإذا رجاء لما بتستخدموا الزيت استخدموه بارد، وأفضل زيت على وجه الأرض زيت الزيتون، نحن بلاد الزيتون، فاستخدموا زيت الزيتون وبارد. طبخوا الطبخة بالطريقة اللي بدكم إياها، بمي بالبخار،
آخر شيء بتحطوا عليها الزيت بارد. هاي الشغلة لأنه تعتبر من أحد السموم الأولى بالدنيا، الطبخ بالزيوت. تقريبا أنه الكيتو حكينا أنه بدنا ناكل أكل ني، مصادر الدهون نباتية، والأكل يكون ني غير مطبوخ. إذا طبخناه بنحط عليه زيوت باردة. بعدين إذا بدنا نطبخ 20% بده يكون من أكلنا مطبوخ، و80% بده يكون من أكلنا أخضر عايش ني في حياة، لأنه نحن عايشين مش أموات لناكل أكل ميت. ما بدنا أكل طب هاي الطريقة بنتبعها لتنظيف الجسد من السموم أو الـ لأنه لما أنت يعني عم تاكل أكل عايش، detoxication. لمعلوماتكم إنه حتى لساننا، لسان مش بس بيحس بالطعمات، بيقدر يوازن قد ايه في كالوري فاتت على الجسم وفيتامينات وكذا، وبيعطي اشارات للدماغ انه الاكل اللي فات بيكفي جسم ولا لا. من عظمه الخالق قد ايه عندنا نحن اجهزه نحن مش عارفين قيمتها. ليش نحن بناكل طنجره اكل مطبوخ ما بنحس فيها؟ لانه اللسان ما عم بيعرف يتعامل مع هاي الماده. بينما لما بتاكل اخضر بتحس بعد شوي بالشبع. ليش؟ لانه الجسم دغري عرف انه تعرف على الماده اللي اكلها، وبيقول لك انه انت اخذت حاجتك ولا لا. مشان هيك الناس النباتيين واللي بياكلوا ني لا بينصحوا لا بيمرضوا، ما بصير عندهم اشكالات، لانه اكلهم متوازن. بس ما بدنا اللحوم نهائيا بتحكي؟ هذه الفقره الثانيه هلا. طيب خليني أسألك السؤال الآن، ايه ما هي المواد التي يجب أن نمتنع عن تناولها؟ يعني ما بدنا نأكلها نهائيا. اوكي، اللحوم. خربت المنسف يا أبو حميد. ما أنا يعني مش عارف شو بدي أحكي، أنا بحكي لها عشان تقنعني، مش عارف، صعبت طيب المسألة علي. طيب قبل ما نفوت بالممنوعات بدي تحاول. أكيد يعني، بس أنا بدي أسأل سؤال بسيط. ايه معلش، سؤال بسيط. ايه يعني الاختيارات هاي كلياتها أكيد مش عشانك ست وعشان ما تعملي إشي في المطبخ، يعني هذا الكلام حيريح الستات، يعني بس إحنا حيتعبنا الرجال. إذا مرتك بتحبك بدها تعمل هذا النظام، إذا ما بتحبك ضلك كل طبخ. لا ما بعرف، لا والله هي سامع محتارة. بحمد. هي محتارة. تحبني برغبتي، بتحبني بإرادتي، ولا تحبني بإرادتها؟ قبل ما ننهي الموضوع بدي تركزوا على المخللات. المخللات لأنها مواد بكتيرية والكتير بحاجتها الجسم، بدنا بكتيريا. والمخللات البيتية مش اللي من برا لو سمحتوا. في طريقة مخلل بتاخد 3 أيام، أنا رح أعلم الستات عليها، كثير سهلة. بتجيبي الملفوفة، بتخلي جوزك يفرمها ناعم 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 كثير، برضه مش أنت تفرميها، خلي زوجك يفرمها ناعم ناعم كثير كثير قد ما تقدري. وبعدين لأنه هو عنده عضلات زوجك، تحطي له الملفوفة بجات، بيدعكها بإيده لتنزل منها المي. أوكي؟ هذه وظيفة الأستاذ محمد بالبيت. شكله الحلقة هاي حتكون ضدنا مش ضعنا. رح ناخذ هيدا، فينا نخليهم بالوعى شوي للملفوف لينزل شوي من ميته، لأنه نحن بدنا ميته. فمنشيل الملفوف بنحطه بمرتبان مع ميته. أوه. بنحط الملفوف مع ميته بالمرتبان، وبنحط معه قطعه تفاح، ومنغطي عليه، وكل يوم بنحركه، كل يوم بنحركه لثلاث ايام، بنحصل على مخلل سريع مفيد كثير كثير للجسم. الملفوف بحد ذاته رائع، فما بالك اذا نحن خللنا. اعتقد هاي الطريقه الكوريين بيستخدموها كثير، لان انا اكلتها عند الكوريين وبروسيا وبكثير اماكن وبروسيا. مزبوط. بالصين وجماعه الميكروبيوت بيستخدموا هاي الطريقه. فنحن عملنا هذا الموضوع، بصير يتاكل المخلل بعد 3 ايام، وضروري كل يوم ناكل مخلل. هلأ الشيء الثاني اللي بدنا ننتقل له، حكينا عن الكيتو والمخلل، هسه بدنا ننتقل للممنوعات. ما بعرف إذا مسموح لي، يمكن البطارية ما بعرف ليش بالتليفوني عم تتراجع.
الممنوعات، أول شغلة بدنا نمتنع عن السكر. وليش السكر؟ السكر أول شغلة مادة مخدرة وبيعمل إدمان، وكل الناس اللي بتحاول توقف السكر بتفوت بأعراض انسحابية لمدة من أسبوع ل10 أيام، دليل إنه فعلا بيعمل إدمان. السكر مش مادة غذائية والجسم ما بيعرف يتعامل معها، حتى بيحطها بالدماغ بخانة المخدرات لأنه ما بيتعرف عليها. السكر لما بيعلى بالجسم طبعا طبعا بتحكي عن السكر الأبيض، الابيض، مش السكر النباتي اللي بناكله من الفواكه. لا نحن عم نحكي عن السكر الأبيض، عم نقول نحن مادة ما بيتعرف عليها الجسم. السكر الأبيض المستخدم بالحلويات والأشياء التانية والمصادر الصناعية تبع السكر. المصادر على فكرة البدائل السكر الصناعي يعني بعد أكثر من السكر خطر. المهم السكر الأبيض هيدا بينزل مناعة الجسم للحضيض، ومش بس هيك، بيتسبب بمرض قاتل وهو مقاومة الأنسولين. طبعا الأطباء كلهم بيعرفوا هاي القصة. ليش؟ لأنه لما بيكثر بجسم السكر، الخلايا بتصير تبعث بدنا أنسولين، فالجسم عم بيضخ انسولين، او البنكرياس عم بيضخ انسولين. بيكثر الانسولين والسكر بالجسم، الخليه بتكمش على نفسها وبتمتنع عن اخذ لا سكر ولا انسولين. فهوني بالجسم بصير قدام حاله كتير صعبه، شو بدي اعمل بالسكر؟ فبيروح بيخزنه بالجسم على اساس دهون، واكبر منطقه بتتضرر اول شيء البطن، مشان هيك بصير عندنا كرش. المشكله الثانيه اللي بيخلقها هو كلنا الانسولين، لانه في انسولين كثير بالجسم والجسم ما عم بيمتصه، فهون فتنا بحالة مقاومة الأنسولين. الأنسولين بيحرر هرمون الكورتيزول، فبيبلش الجسم القلب يضخ بسرعة والشرايين تتضيق، فمقاومة الأنسولين بتسبب ارتفاع ضغط الدم، بتسبب الكوليسترول، هذا طبعا غير السكري، بتسبب السمنة، بتسبب خلل بالهرمونات، وبتسبب تكيسات المبيض وأمراض كثير كثير كثير. بس هلأ نحن بدنا نحاول نمتنع عن السكر بهاي الفترة لنرجع وضعف جهاز المناعة. لأنه نحن بحالة إمرجنسي. يعني معلش نمتنع عن الخبز، أكشن الخبز نحن لازم نمتنع عنه نهائيا، لأنه الخبز حبة القمح عاشت عليها الشعوب ملايين السنين، جابوا القمح على الكرة الأرضية غيروا له جيناته فصار جلوتين ونشا، شيء قاتل ما عاد له فائدة اكشولي، بس بيعمل مثل السكر ادكشن وامراض، وخاصة اسا حساسية الجلوتين اللي غزت شعوب الارض تقريبا. فاذا خبز لا، منتجات القمح كلها لا. طبعا من نصير الرز الابيض، الاشياء اللي فيها سكر نخففها، اذا كان عندنا مريض سكري كوليسترول كذا نخفف له السكر، اذا عندنا مريض سرطان لا سمح الله ممنوع منعا باتا السكر الابيض والخبز. يعني السكر النوع الثاني بيجي بالخبز والكربوهيدرات، هذا نوع ثاني كمان بنتركه. النوع الثالث حتى البقوليات اذا انطبخت، ما هي كربوهيدرات راح تصير سكر كمان، اذا مريض سرطان ممنوعه عليه. حتى في توصل الامور لبعض، البطاطا مثلا الجزر كمان الجسم بده يرجع يحولها للسكر. فاذا في مريض سرطان بدكم تنقذوه، حاولوا ما تعطوه ولا نوع من انواع السكر، لا السكر العادي ولا السكر المعقد اللي بده كثير بروسس لمنه ينهضم. حالة استثنائية لازم نتخطاها. هلا بدنا نفوت بحالة تاني، وهي اللحوم. اللحوم الحمراء نحن الناس يعني كبني آدمين مفروض انه جهازنا الهضمي عاشب مش لحم، بدليل انه طويل كتير. لانه جهاز الهضمي للحيوان اللاحم قصير جدا، ليتخلص من الفضلات بسرعه، لانه اللحوم كثير بتعمل بكتيريا وطفيليات. وحتى اسناننا اسنان طاحنه للاعشاب مش للحوم. بس مش هون المشكله، اللحوم بكل انواعها بيضه حمراء مليانه مضادات حيويه. ليش عم ناخذ مضادات حيوية بهي الكميات؟ عم نعطيها لأطفالنا ونحنا وكلياتنا. المضادات الحيوية انتم كلكم بتعرفوا انه بتهدم مناعة الجسم. بالإضافة للمصيبة الأكبر منها الهرمونات
البقرة بيعطوها هرمونات، لا تنصح تعطي لحم ولا تعطي حليب، والدجاج نفس الشيء. هاي الهرمونات نحن عم ناخذها على أجسامنا. هلق بلشت تظهر على الأجيال الحديثة، الشباب صار عندهم أثداء، صارت في ظاهرة التثدي والورك المليان مثل الأنثى، والبنت صارت شكلها برميل، صار ناصح، الشعر صار على الوجه على كل الجسم، وكأنه اندمجوا الجنسين ببعضهم من خلال الهرمونات. فهاي اللحوم استهلاكها كثير ضار. منجي وفي إلى ضرر ثاني رح نحكي عليه مع الحليب. الحليب مصنع مخاط للجسم. دكتور جمال ممكن بيعرف هاي القصة، إنه دائما الحليب بيصنع مخاط بالجسم. فنحن لنتفادى تصنيع المخاط بدنا نوقف الحليب ومشتقاته. الحليب فيه هرمونات وفيه مضادات حيوية، بس المصيبة الأكبر من هيك، منتجات الحيوانات اللحوم والحليب لما بيدخلوا على الجسم بيحولوا الجسم من وسط قلوي لوسط حامضي. الوسط الطبيعي عندنا قلوي، المواد هاي بس تدخل على الجسم بتحوله لحامضي، يعني الجسم راح يدمر نفسه، استعد للأمراض وللسرطانات ولا تدمير جهاز المناعة. هلا الإنسان بيقول لك إنه أنا عندي هشاشة عظام، بقول له دكتور خذ حليب، بروح بياخذ كباية الحليب. لما بيشرب الحليب راح الجسم للحامضي، بيجي الجسم بده يدافع عن حالة الحالة اللي وصل لها، بده يرجع الجسم لكلوي، بياخذ كالسيوم العظام ليحارب فيه حموضة الجسم، فبيصير عند الإنسان هشاشة عظام. وهذا الكالسيوم بيقاتل الجسم فيه ضد الحموضة ليرجعه للكلوي، فبتكثر كمية الكالسيوم بالجسم. وهاي الكالسيوم لأنه الحليب اللي إجا من البقرة ما هو فيه كالسيوم، بس الجسم ما بيتعرف عليه ولا بيستخدمه، فكمية الكالسيوم الكبيرة صارت بالجسم. هذه شو بيعمل فيها الجسم؟ ما بده يتخلص منها، بتصير تعمل ترسبات، ترسبات بالكدني أو الكلوي، ترسبات بالغدد أو بالمرارة أو بالشرايين. هاي الترسبات إجت من هاي المصادر، حتى شيب الشعر، لأنه الكالسيوم كمان بيترسب بجذور الشعر، كمان بتصير تسبب لنا حالة شيب الشعر المبكر. فهذه القصص اللي بتنتج عن استهلاك منتجات الحيوانات، إنه بتاخذ جسمنا، بتدمر قلوية الجسم، بتعمله حامضي، ونستعد لكل الأمراض اللي ممكن محتملة بهذا الوقت. فنحن حاليا يعني بدنا شيء يساعدنا من غيمي، بدنا نمتنع عن كل هذه القصص. ما في حليب، ما في منتجات حيوانات. حكينا عن السكر، حكينا عن اللحوم، وحكينا عن الزيت، طبخ الزيت انه حكينا ما بدنا اياه. هلا ظل عندنا تنظيف الجسم من السموم والمعادن الثقيلة. لننظف الجسم نحن حكينا بدنا نفوت بحالة صيام، بس الحلو بالموضوع انه خلال هذا الصيام مسموح لنا شرب السوائل والمي بكثرة، فنحن بنعقم المي بالطرق اللي حكينا عنها لو نحطها بالشمس شوي، ومنبلش ناخذ سوائل لننظف الجسم من السموم. وبعدين على فكرة إذا فتنا بعملية تنظيف الجسم بعملية الكيتو والصيام رح تكثر السموم بجسمنا. ليش؟ لأنه الدهون رح تنحرق والدهون مليانة سموم، فبدنا نتخلص منها بأسرع وقت مشان ما تدمر الكبد. فشو بدنا نعمل هون؟ بدنا نعمل ديتوكس، تنظيف جسد. أول شغلي منبلش ننقع بالبيت، في ناس بتحب تغلي إذا ما إلها خلق تنقع الأشياء، بس النقع أفضل. مرة ينسون نشرب كباية ينسون، كباية كمون، كباية شمرة، كباية قرفة، كباية كركم، كباية بابونج، كل شي عندنا، قرنفل، كل شي عندنا، أعشاب، زعتر، ميرمية، مردكوش، أي شي بتوفر عندكم بالبيت تعملوه شاي وتشربوه، عرق سوس، أي شي بتوفر عندكم بتشربوه بلا تحلية طبعا. وبتضلكم ايش المردكوش؟ المردكوش أو البردكوش بالدول العربية بتسمى مردكوش بردكوش، يعني
نعم بالقصعين بلبنان، ميرامية مثلا بسوريا، ما بعرف يعني كل دولة عندنا نفس إنه الشيء، يا ميرامية حاولوا الصين. الامتناع عن المنبهات والقهوة بالذات، لأنه بتخلي الجسم هايبر، بتخلي الإنسان بحالة توتر، ونحن بهاي الفترة بدنا نكون ريلاكس قد ما فينا. مش غلط نشرب قهوة بس مش بكثرة، قدر الإمكان نزله من لأنه ما بتعطي مناعة على الجسم، يعني محدودة هاي، فمشان ما يصير عندنا توتر بننزل ناخذ الأشياء اللي بتهدئ مش اللي بتوتر. في بودرة الفليفلة الحارة أو الكيان مادة كثير كثير بتعمل سبورت وبتقتل الجراثيم بالجسم، فهاللي بياكل الأكل الحار بيكون مليح، اللي بيقدر يحل ملعقة ويشربها بيكون مليح. أنا بصراحة باخذها كبسولات، إذا فيكم تحطوها بكبسولات وتاخذوها بيكون أحسن وأحسن كثير، بتساعد على مناعة الجسم بشكل بتقتل الجراثيم والطفيليات. وبتقتلنا. لا لا لا، حلو أستاذ يعني، الفلافلة. يعني لا أستاذ، أنا يعني أنا اليوم إذا بدي أطلع من هذا البرنامج بروشيتا راح أغير كل اللي أنا بعمله في حياتي. أنا بدي أعتذر منكم جميعا، بس الوقت عم بداهمنا، إن حوالي 70 دقيقة لايف. نعم حاطي آخر دقيقة أو دقيقة ونصف للأستاذة هناء تحكي لنا ملخص سريع برسالة لجمهورنا، وخاصة في الوقت الصعيب هذا. بس خليني احكي انه قللوا شامبوهات وعطورات ومنظفات، ابعدوا عن الكلورين، ابعدوا عن استخدام المنظفات وسوائل الجالي وهيك، استخدموا خل التفاح والصودا لتنظيف الاشياء. لما بتغسلوا شعر كون الشامبو ما تخلوه طويل كتير كتير على الراس، هي كتير شغلات هي مهمة. مصادر الفيتامينات حاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن المصادر الفيتامينات اللي بنشتريها من السوق، حاولوا تاكلوا الأكل أخضر وني قد ما فيكن، إذا اللي بيقدر يجيب كلوريلا، اللي بيقدر يجيب سبورولينا، اللي بيقدر يجيب عشبة الجراس باودر ياخذها، كثير بترفع الاميون سيستم. وعندي شغله كثير مهمه، كلنا لازم، انا بعرف بكندا وضعنا صعب شوي، بس دائما كل بيت فيه شمس، لما بتشوفوا الشمس جايه فيكم تعروا اجزاء من الجسم وتقعدوا بالشمس، كل العيله لازم تعمل هيك، تلحقوا الشمس من الشرق للجنوب للغرب، وين في شمس تعرضوا لها، لانه كل ما ارتفعت يعني كل ما ارتفع فيتامين دي بصير الجسم يدافع عن حاله، واصلا الجراثيم والفيروسات ما بتعيش بالحراره. يا وهاي الاشياء وللعلم في دراسة جديدة بتحكي انه فيتامين دي من اهم العوامل اللي بتقتل الفيروس هذا الجديد. يا انا صراحة يعني بلبس ملابس خفيفة وبقعد بالشمس كل يوم، عندي يعني بقعد بالارض ما بي حدا بيشوفني، بقعد بالارض تجي الشمس من الشباك انا بقعد بالارض. فبالاخير بقول لكل الناس انه الحب 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 هاي أغلى نصيحة، حبوا حالكم، حبوا كل الناس كل الأرض، استموا بصحتكم، اتبعوا التعليمات بس ما تعطوها أهمية وخوف، أوكي بننفذ كل التعليمات بس بلا أموشن، بلا خايف وكرهان، لا خلص تقبلوا الأمور عادية، استمتعوا بهذه الفرصة، اللي عنده شيء يكتبه، اللي يرسمه، يقعد مع أطفاله، مع زوجته، هاي فرصة. بعدين تبادل حاليا بدل الشائعات، في شغلة حلوة كثير إنه الناس عم تبعث فيديوهات مضحكة لبعضها، وهي كثير كثير حلوة هاي الشغلة، بعيدة عن المشاكل اللي نحنا فيها بس كثير ممتعة، عم بتخلي الإنسان مبسوط. ارقصوا، غنوا بالبيت، حطوا موسيقى حلوة راقصة فرحة، بتلاقي إنه تعدينا هاي الأزمة، وطبعا يعني بالإضافة للأكل والمي اللي حكيناه، تعدينا هاي الأزمة. إذا الله كتب لنا النجاة بيكون شيء عظيم، إذا واحد صار عليه شيء على القليلة بيغادر وهو راضيان، يعني مش بالضرورة نحن نحط الحزن بالجرن ونستنى الأسوأ، لا نستنى، صحيح، توقع الخير تجدوه، هيك الله قالنا بكل الأديان، توقع أكيد. الخير تجدوه، فنحن رح نتخطى الأزمة ونضلنا كلنا بخير وإن شاء الله صراحة كلنا في تفاعل كبير بين في ناس طبعا مع، وفي ناس بتقول لا. بس في سؤال مهم جدا هون، إذا رغبنا عن الامتناع عن الحليب ومشتقاته واللحوم، شو الأشياء اللي نستطيع أكلها؟
أول شغلة حكيت أنا إنه فينا نعمل حليب بالبيت، حليب اللوز. فينا نستخدم الأشياء اللي فيها بروتين، مثلا الكينوا. الكينوا مادة بروتين، البروتين فيها عالي جدا جدا جدا. تاني شيء، كلياتنا عندنا إنترنت وكمبيوترات، في بدائل للحمة تستخدم بتعمل بالبيت. هلا في الفترة هاي استثنائية، خلينا نتكشف شوي، بس ليتر فينا مثلا نستعيض عن اللحمة بمادة اسمها التمبا. إذا بتحبوا ليتر فينا نعمل كيف بتنعمل التمبا، بتنعمل لحمة نباتية بالبيت، بتتخمر تخمير وبتصير تستخدم مثل اللحمة بالطبخ، حتى فيك تعمل ستيك. في البدائل كثيرة على الأرض. زمان الناس ما كانت تاكل كميات اللحوم هايدي، ما كانت تاكل. انا ببيت اهلي امي كانت تطبخ طنجره، نحن عائله كبيره يعني، كانت تحط فيها كميه صغيره من اللحمه، ما كنا صح. ناكل. هلا ستيك، همبرجر، صرنا تحولنا للحوق يعني لحيوانات متوحشه لاحمه، بدنا ناكل لحمه. ليش؟ يعني حتى الانسان اللي بياكل لحوم كثير بيبتعد عن الروحانيات. على فكره الانسان اللي بياكل كثير بيبتعد عن الله، اللي بياكل خفيف بتلاقي دائما هيك روحاني رقيق، مشان هيك بتلاقي شعوب هادي ورايقة وهيك، وشعوب عم تغلي. ليش؟ يعني حتى في ناس ما بتعرف الكرة، في ناس ما في قلبها غير الخير. أنا بنصح كل الناس يروحوا يدوروا على عالم، وهو طبيب على فكرة نفساني، ديفيد هوكنز، وحط مقياس لوعي البني آدم، حطه من زيرو لألف. أول درجات الوعي هايدي على 20 تقريبا بيبدأ مرحلة العار، الإحساس بالذل، الإحساس بالشيم، بعدين بيجي الخوف، بعدين بيجي الونت، أي ونت، بدي، الرغبات، بعدين بيجي الفخر والاعتزاز، بعدين بتيجي مرحلة الشجاعة، إنه لا، بفوت الإنسان بمرحلة توازن. الإنسان الشجاع ما عنده كل الأساليب المتدنية هايدي، بعدين بيرتفع للقبول، للرضا، للاستعداد لعمل الخير، بعدين بيطلع لمرحلة العقل والحكمة، بعدين بيطلع لمرحلة الحب المطلق. الحب المطلق تلاقي الإنسان بهاي المرحلة كله خير، بعدين بيرتفع أكثر لمرحلة الحكمة، بعدين بيطلع لمرحلة التنوير اللي كانوا فيها فقط الأنبياء. وللأسف نحن كثير يعني بدنا نوصل لفوق. كل إن الناس شاء الله إن شاء الله. لسه قاعدين بالبيت، نفوت كلنا ونطلع على هاي المصادر ولنعرف نحدد موقعنا نحن وين من الوعي البشري اللي لازم نكون عليه. أكيد أستاذ محمد، أعطيك المايك لإنهاء الحلقة. طيب، أنا طبعا أدرك أن المحبة أساس في كل الأديان وغير الأديان، وصارت قيم وخلق ما يستطيع أحد أن يجاهر بالكره، حتى أستاذ محمد، صار فريز عند الأستاذ محمد بالصورة. طبعا يعني جميل جدا كان الحوار معك أستاذة أنا، ونشكرك على المعلومات، معلومات قيمة في معلومات رائعة. مرة ثانية أشكر جميع حضورنا، نلقاكم غدا في حلقة مهمة عن الاقتصاد في كندا ووضع الريال استيت في كندا. راح يكون في ضيافتنا الأستاذ وضاح الغصين. شاهدونا غدا الساعة 8، وأهلا وسهلا فيكم، وسلام للجميع. سلام للجميع، شكرا لكم كثير.